يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 38، الصغرى 29، الإسكندرية 34، 25، مطروح 31، 24، بورسعيد 33، 27، الإسماعيلية 39، 25. وإلى السويس، حيث درجة العظمى 38، الصغرى 27، العريش 36، 26، طابة 39، 28، شرم الشيخ 41، 30، الغردقة 42، 31. وإلى الأقصر 43، 28، أسوان 45، 30، الوادي الجديد 45، 24، شلاتين 42، 30، حلايب 37، 31. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.